لقد تعهدنا أمام المواطنات والمواطنين بأننا سنعيد لهذه الهيئة مكانتها، وذلك من خلال تعزيز وتوسيع صلاحيتها وجعلها أداة تقييم ومتابعة تساهم في إسناد السلطات العمومية في كل ما يرتبط بالاستشراف والتقييم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وحرصنا على ترسيخ مكانة هذا المجلس الموقر في الدستور بما يسمح له بأن يطلع بمهامه كفضاء للحوار والتشاور وآلية لاستشراف والتحليل والاقتراح في كل المسائل التي تدخل ضمن مجالات اختصاصه. يأتي تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منسجما مع تعهدنا بإعادة الاعتبار لهذه الهيئة وجعلها هيئة مستقطبة للكفاءات العلمية عاكسة للممارسة الفعلية الديمقراطية التي تقوم على إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني والخبراء من مختلف التخصصات في التشاور الوطني، وتعمل على صياغة توصيات وتصورات وطنية غير مستوردة